خلينا نرجع مرة تانية للأهلي ومنتخب السويس، وزي حضرتك كنت بتتكلم عن المباراة وعن فكرة انه كان حتى كولر ما كانش يعني كان متوقع انه هيبقى فيه أريحية حتى في اللعب صحيح. وانه يبقى فيه فارق كمان في النتيجة، واحنا شفنا أداء جيد جدا لمنتخب السويس. تقييمك لأدائه ايه؟ يعني هو بالتأكيد الصعوبة اللي واجهها النادي الأهلي بفضل الأداء الدفاعي القوي اللي قام بيه منتخب السويس، وإن هو زي ما بنقول حاول يحتفظ من نتيجة سلبية لأطول وقت ممكن، وكان قريب من إن هو يمد أمد المباراة أو يطيل أجل المباراة إلى الأشواط الإضافية. بالتأكيد هي بطولة الكأس، يمكن ده اللي قاله كولر حتى في المؤتمر الصحفي، هي بطولة المفاجآت. يعني برضو أكيد كل مدير فني عامل في حسابه إن بتبقى المباراة دي فرصة لأي فريق من الدرجات الدنيا تحديدا إن هو يقدر يقدم مفاجأة قصاد الكبار. ليه لأ؟ هي مباراة بتلقى اهتمام كبير، هي اللي متسلط عليها الأضواء، بتلعب قصاد فريق كبير بطل أفريقيا النادي الأهلي، كل ده حوافز كبيرة جدا لأي فريق ان هو يقدر يقدم مباراه كبيره ويحاول ان هو يطمع ان هو يحقق المفاجاه. يمكن اللي برضو اللي ساعد ان المباراه تظل سلبيه لمده 86 دقيقه ان برضو لعيبه النادي الاهلي رغم خبراتها الكبيره لكن كان في نوع من الاستسهال شويه للامور، ويمكن ده يفسر ان يمكن مستر كولر بعد المباراه تاخر استسهال او شويه عن اجهاد المتوسط. ممكن ولا هو استسهال؟ الاجهاد انا مش هقدر اقول اجهاد لان انا صحيح مختلف معاكم، استسهال ولا اجهاد ولا عملية تدوير الأوراق اللي دايما بيعملها كولر وفكرة إراحة بيرستاو ومعلول. كلام جميل جدا، لكن انا يعني هقول لحضرتك حاجه مهمه، ان مارسيل كولر من اول يوم له في النادي الاهلي هو بيشتغل على الفكره دي ان هو يوسع قاعده الاختيارات بالنسبه له، فبالتالي مش هيبقى عنده مشكله ان بيرسي تاو يبقى موجود ولا بديله طاهر محمد طاهر ولا الناحيه الثانيه حسين الشحات او يلعب باحمد عبد القادر. ده اثر على الهجوم، هو بيأثر لكن في النهايه الفوارق مش كبيره ما بين اللعيبه الاساسيه والبديله، ده يمكن السمه المميزه لاي فريق كبير او اي فريق بطل، ما يبقاش عندي فرق كبير بين اللعيب الاساسي والبديل بتاعه. صحيح في لعيبه البدائل بتاعتها مش على نفس المستوى، يعني علي معلول ما تقدرش تقول ان له بديل بنفس مستواه في النادي الاهلي، صحيح يمكن ده اللعيب الوحيد اللي تقدر تقول كده، لكن باستثناء كده في بدائل كتير، يعني مثلا ما تقدرش تقول ان فرق كبير ما بين محمود متولي او ياسر ابراهيم او رامي ربيعه. يمكن محمد عبد المنعم بفضل ان هو عايش حاله يعني فنيه عاليه جدا في الفتره الاخيره تقدر تقول ان هو النقطه المميزه في دفاع النادي الاهلي. خط الوسط ما تقدرش تقول مروان عطيه ولا ديانج ولا حمدي فتحي، كلها عناصر متقاربه المستوى، او عمرو السوليه طبعا لما بيبقى موجود، كل دي امور بتخلي المدير الفني انا عندي مرونه تكتيكيه اقدر اعتمد على العناصر اللي عندي. هو مستر كولر من مباراه لاخرى بيبدل خاصه في الثلث الهجومي، يعني النهارده المباراه اللي فاتت حسين الشحات ما كانش موجود كان بيريحه، النهارده حسين الشحات بيبدا وبيلعب مباراه كامله، صحيح. فبالتالي كل دي امور بتخلي انا كمدير فني عندي العناصر اللي اقدر اختار عليها، فبالتالي ما بيبقاش في عذر كبير قوي في حته الاجهاد او حته ان انا يعني ما فيش العناصر الاساسيه مش موجوده. هي من وجهه نظري طبعا انا شايف في حته كانت استسهال شويه، بدليل ان كان في فرص ان الاهلي كان بيوصل باكتر من فرصه في وقت قليل جدا لكن ما بتستغلش بالشكل الامثل. برضه مع ما ننساش برضه عشان ما نبخسش حق فريق منتخب السويس اللي قدم مباراه دفاعيه كبيره جدا، كان في حتى واضح ان هو المدير الفني كان درس طريقه لعب النادي الاهلي بشكل كويس جدا، فبالتالي قفل الاطراف اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي بشكل اساسي، حتى فرصه السكند بول او الكره اللي بترتد من دفاع منتخب السويس للاعيبي النادي الاهلي بحدود المنطقه كنا بنشوف بلوكات قويه جدا من دفاع منتخب السويس ان هو حتى الكره ما توصلش للمرمى، ده اللي يمكن سر ان هو نجح ان هو يوصل لفتره كبيره جدا صحيح. من التعادل السلبي، ولكن بالتاكيد بيبقى فيه فوارق فنيه وبدنيه بالاخص في الدقائق الاخيره هي اللي بتدي افضليه للفريق صاحب الخبره. طب استاذ امير اخيرا وسريعا جدا، كولر عنده أربع مباريات في 12 يوم تقريبا، إيه اللي هيحصل؟ هيعتمد على إيه بقى؟ يعني هو بالتاكيد الامر ده بيعاني منه النادي الاهلي في السنوات الاخيره بسبب المشاركه الافريقيه ومشاركه في كاس العالم للانديه، فبالتالي لما يرجع للاجواء المحليه بيصادف ضغط مباريات كبير، ولكن المره دي الموضوع مختلف شويه لان الدوري اعتقد ان الامور شبه محسومه بالنسبه له. عنده بطوله كاس مصر هيكمل فيها، في عنده مباراه امام الداخليه ما اعتقدش انها تبقى بالصعوبه الكافيه برضه، فبالتالي هتبقى فرصه بالنسبه له ان هو يريح العناصر الاساسيه، يدي فرصه لعمليه التدوير تستمر
في الفتره اللي جايه، اعتقد برضه مش هيبقى قدامه خيار تاني، لان مش هيوصل لمرحله ان هو يجهد العناصر الاساسيه بشكل كبير. ان شفنا امبارح مثلا بيريح علي معلول من اكتر اللعيبه اللي شاركت مع النادي الاهلي فيه على مدار موسم كامل، فبالتالي اعتقد عمليه التدوير هتجنبه الى حد ما موضوع الاختيارات. صحيح انا بلتمس له العذر في غياب بعض اللعيبه الشباب او المشاركين مع المنتخب الاولمبي، ولكن في النهايه برضه هو كمدير فني اكيد عنده الاوراق اللي يقدر يعتمد عليها، حتى لو هيعتمد على يبتدي يصعد ناشئين. بنشوف ده مع كتير من المدربين سواء في النادي الاهلي نفسه والمدربين السابقين اللي قدروا يعتمدوا على الموضوع ده، فبالتالي ده هيفيده حتى على المدى البعيد واستعداداته للموسم القادم.